بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نور الدين أبو صالح. إن شاء الله اليوم راح نحكي عن مادة Unit Operations. راح يكون عندنا شرح للمادة عن طريق سلايدات وعن طريق شرح على الورق. طبعا بداية مادة Unit Operations مادة مهمة جدا في الصناعة، خصوصا في الصناعات اللي فيها Solid Handling. في صناعات بتحتاج مواد صلبة مثلا صناعة الإسمنت كمثال شهير ومهم. معظم المهندسين الكيماويين تقريبا بيلاقوا حالهم بيشتغلوا مع البارتكلز زي هيك، راح يحتاجوا لليونت اوبريشن، خصوصا انه المعرفة في البارتكل بيهيفير مهم جدا جدا جدا. طبعا في كثير في مجال واسع من العمليات تستخدم اليونت اوبريشنز. عندك البارتيكل سايز شيبينج، كراشنج، رايدنج، كاتاليست رياكتورز، فليكوليشن بيست، كلاسيفيكيشن، سوبرفيجن باي سايز، سيتلينج اند اجلومريشن، باكينج اند كومباكتنج، كيكينج، دراينج، ادزوربشن، ديسوربشن، كريستاليزيشن، دايجستشن الى اخره. طبعا البارتكل سوليد لها خصائص معينة. اول حاجة يتم تصنيفها بناء على الكومبوزيشن اللي عندنا، الدنسيتي والكوندكتيفيتي اند بوروسيتي، بناء على السايز اللي هي الحجم، الطول، الديامتر. التأثير راح يكون على السيتلينج ريت والسيرفيس بير يونت فوليوم. هاي اشياء راح نحكي عنها كمان شوي. اشي ثاني اللي هو الشيب. في عندك ريجولر شيب، البارتيكلز تيجي مثلا ريجولر شيب مثل الكرة، المكعب، المستطيل الى اخره، بنقدر نعبر عنها بالرياضيات. انت بنعرف حجم الكرة شو معادلته، حجم المكعب شو معادلته الى اخره. وفي عندنا اللي موجود بأكثر، يعني الموجود تقريبا في كل نوع البارتكز، اللي هو الريجولار شيب اللي هو شكل غير منتظم، بنقدر نعبر عنه بطريقة أخرى راح نتعرف عليها كمان شوي. طبعا البارتكل السوليد لها كمان خصائص ثانية مثل الكريستالاين ولا أمورفس، بورس ولا نان بورس، رف ولا اتس نوت رف، وكمان وجود الادزوربت فيلمز. البارتكل كاركترايزيشن، في عندك سنجل بارتكل اللي هو السمبلش شيب اللي بنعرفه هو سفير. النون سفيريكال عندنا اول حاجه البارتكل نعمل شيء زي ما تقول ريفرنس، فبناخذ حاجه اسمها البارتكل ايكوفالنت سايز بناء على هالشغلة. مثلا عندك شكل الريجولار ما في شك بتعرف شو هو، احنا بنجيب له ريفرنس اللي هو اشهر ريفرنس عندنا ايش، سفير. نعرف معادلات السفير، بناء على هاي المعادلات احنا بنصنف البارتيكل هاي عليها. مثلا السفير اللي لها نفس الحجم اللي نفس حجم البارتيكل. ابسط مثال، جيب كاسة مي، اخذناها هاي بصف، لما اخذناها بصف تاسع، بنجيب كاسة مي ونجيب البارتكل تاعتنا بنوزنها، صح ولا لا؟ بناخذ كتلتها، بعدين بنروح بنحطها بالكاسة. قديش الحجم اللي فرق من الكاسة اللي هو حجم المادة تاعتنا اللي هي ايش، بعطيني حجم المادة اللي احنا عملناها. نظرية أرخميدس، بناء على حجمها ممكن نطلع حجم الكرة الموازي للحجم اللي احنا طلعناها. في عندك حاجة ثانية اسمها الكرة اللي لها السيرفيس اريا اللي نفس السيرفيس اريا للبارتيكل هاي. في عندنا الاشي الثالث، في عندك ريشيو بين السيرفيس اريا بير يونت فوليوم اللي هي الكرة اللي لها ريشيو مساحة على حجم لنفس البارتكل تاعتنا، او
الإشي الرابع السفير اللي له same area as particle when projected to an plan. هذا الإشي مثلا قلت عندك عندك المجسم حطه على سطح وتطلع عليه من الأعلى، فراح يبين عندك شكل إيش؟ دائري، صح ولا لا؟ تقريبا يعني لو بدك لو انه كرة بيبين عندك شكل دائري. فالسيرفيس اريا اللي هي للسطح هذا اللي على المستوى اللي هي بعطينا السيرفيس اريا للكرة اللي شو بيحكوا عنها الاكويفالنت. طبعا الاشي الخامس تقريبا نفس الاشي الرابع بقول لك the sphere of the same projected area as the particle as viewed from above when lighted in a position of maximum stability such as on microscope slide for example. الاشي السادس في عندنا حاجة اسمها sieve separation او الفصل من خلال اللي بيحكوا عنها بتعبيرنا منخل. بقول لك انه هاي البارتيكل لو حطيناها في منخل ومرت من هذا من هاي السايز تاعت المنخل السيف تاعتنا، فبدي شو حجم شو الاشي الكروي الايكوفيلنت لهاي البارتيكل لهذا السايز اللي احنا مرق من عند من ال من السيف تاعتنا. واخر اشي اللي هي بقول لك الكرة اللي لها نفس السيتلينج فيلوسيتي اللي هي نفس البارتيكل اللي احنا قاعد ندرسها. الاشي اللي بعده في عندنا حاجة اسمها الفيرج دايامتر. حاول العلماء انهم يصنفوا البارتيكلز بناء على دايامتر، فاول عالم درس هاي الاشي اللي هو فيرج بحكي لك انه اللي هي الفيرج دايامتر اللي هو المسافة بين أبعد نقطتين في لهاي البارتيكل. يعني مثلا البارتيكل أنت عندك شكلها زي ما أنت شايفين بهالرسمة الريجولار، فيها ممكن ناخذها من هان من فوق ومن تحت، بس هاي مسافة قليلة، لكن من هان ومن هان هاي أكبر مسافة. فالديامتر اللي هي نفس الديامتر للكرة الإيكوفالنت المكافئة لهاي الديامتر. طبعا بحكي لك هالمعلومة انه كل ما كان قيمة في حاجة اسمها السفيروسيتي اللي هي يعني قديش هاي البارتيكل قريبة من انها تكون سفير وتكون كرة، وكل ما كانت قريبة من واحد فالشكل بيكون مور سفيريكال. زي ما احنا شايفين بالرسمات هاي، زي ما انت ملاحظ في عندك regular particle و irregular particle. regular particle بتقدر تحدده ب length و diameter و depth وسهل بالقياس، لكن ال irregular particle صعب انك تعمل له قياسات مثل ال regular particle. زي ما احنا شايفين انه ال particles لها اكثر من shape، في عندك ال acicular او الاسكيولر عبارة عن نيدل شيب زي ما احنا شايفين، عبارة عن زي عود او زي ما انت ملاحظ، وفي عندك الانجيولر اللي هو بيجي مش زي ما انت ملاحظ هون بالرسمة هاي كيف انه كثير معجوق مصر كيف. في عندك الكريستالاين اللي بيجي نفس الكريستال مش موجودة رسمته هون، والى اخره من انواع البارتيكلز. طبعا الشيب عامل مؤثر جدا في حركه البارتيكلز وخصائصه. طبعا اول حاجه الفلوبيليتي اوف باودر، لاحظ انه الريجولار بارتيكلز لما تمشي خلال مسار معين
لانها الريجولار بصير فيها انترلوك دائم، وبصير في بينها تصادمات، وبصير انها كثير صعب انك تحركها. فهاي عامل لازم ناخذه بعين الاعتبار. وإشي ثاني بالباكينج، مثلا مرات ممكن كل بارتكلز مختلفة بالأحجام والأشكال، ممكن الإشي اللي إحنا بنخزن فيه البارتكل هاي يكون بنخزن إحنا مادة مثلا وزنها أقل من ممكن يساحها، نتيجة إنه فرق وجود فراغات بسبب الشكل والأحجام وإلى آخره. طبعا الإشي الثالث اللي لازم ناخذ بعين الاعتبار اللي هو علاقة البارتكل هاي مع الفلويد. طبعا لقدام ان شاء الله راح نشوفها، خاصة بشابتر الفلويدايزيشن والموشن اوف بارتكلز ان افلويد. طبعا البارتكل شيب اللي هي عبارة عن الشيب او الشكل للبارتكل هاي تمثيلا من خلال وجود عامل مهم او ايش بيحكى عنه فاكتور او قيمة بيحكوا عنها بسموها السفيروسيتي الفاي اس، فهاي بتعبر عن البارتكل سايز. النان سفيريكال بارتكل زي ما احنا ملاحظين اللي هي عبارة معادلتها كالتالي: السيرفيس فوليوم ريشيو اوف سفير اوف ديامتر دي بي على السيرفيس فوليوم ريشيو فور ا بارتكل هوز نومينال سايز از دي بي. ومعادلتها زي كالتالي: مساحة على حجم على مساحة على حجم، اوكي، باي دي بي سكويرد على 1/6 باي دي بي كيوبد على اس بي على في بي. مع ترتيب المعادلة بيطلع 6 على دي بي على اس بي على في بي. اوكي، الدي بي نو بنحكي عنها النومينال اور ايكوفالنت دايمتر اوف ذا بارتكل، الاس بي اللي هي السيرفيس اريا اوف وان بارتكل، الفي بي اللي هي الفوليوم اوف وان بارتكل. طبعا اس بي على في بي اللي هي عبارة عن الاي في اللي هي السبيسيفيك سيرفيس، اللي هي السيرفيس اوف بارتكل على الفوليوم اوف بارتكل. قلنا نعرف كيف نحسب السيرفيس اوف بارتكل، وعرفنا كيف نحسب الفوليوم اوف بارتكل زي ما قلنا من الكاسة، ذكرنا معادلة الكاسة اللي نظرية ارخميدس او قانون ارخميدس. تمام هيك. طبعا بحكي لك هاي معلومة مهمة: for fine granular materials however it's difficult to determine the exact volume and surface area of a particle and the dB is usually taken to be the nominal size based on screen analysis microscopic examinations. طبعا ال screen analysis و microscopic examinations هي عبارة عن طرق لفحص او ايجاد الحجم او nominal size للبارتكلز. انت نلاحظ بحكي لك فاين، يعني هي مرات صغيرة جدا بالحجم، مش معقول تجيب مايكروميتر تقيس حجم ذرة تراب. بقول لك the surface area can be found from absorption measurements or from pressure drop and bed of particles. طبعا بقول لك for spherical particle of diameter dB phi s 1، هاي معلومة مهمة. for crushed material الرينج تاعها زي ما وجدوها او من نتيجة التجارب المتعددة وجدوها بين 0.6 ل 0.8. فيها المثال لو تحلوه بكون جيد جدا لو حلته. بقول لك what is phi s for a cube of side length equal 1. طبعا السايد لينث ايكوال 1، الاس بي كم؟ السيرفيس اريا اللي هي السيرفيس اريا في للوجه الواحد ضرب 6 وجوه، صح ولا لا؟ والفوليوم اللي هي 1 في 1 في 1. وطبعا بتطلع منها الحسابات بتطلع معك فايز لها 0.806 او تقريبا هي 0.805
اتوقع 89 او 9 زي هيك. طبعا هم بحكي لك الريجولر شيبس بارتيكل كان بي اكوريتلي ديسكرايب باي جيفينج ذا شيب اند ا نمبر اوف دايمنشنز. مثلا زي ما احنا ملاحظين عملنا جدول صغير الشيب والدايمنشن، بحكي لك السفير اذا عرفنا الراديوس بنعرف كل شيء عنه، الكيوب السايد لينث، السلندر اذا عرفنا الراديوس اند الهايت بنعرف كل شيء عنه، الكون الراديوس اند هايت. بقول لك no single physical dimension can be adequately describe the size of an irregularly shaped particle just as single dimension cannot describe the shape of a cylinder. The equivalent volume a sphere diameter is the diameter of a sphere having the same volume as the particle. زي ما حكينا VB لل particle اللي هي تساوي باي على 6 دي بي كيوب. تمام. ومعادلة ثانية طبعا اكيد هاي المعادلة راح يطلبها منكم الدكتور كحفظ لانها هاي بيسك فاحفظوها جيدا. طبعا في المعادلة هاي زي ما احنا بقول لك في عنا حاجة كمان معلومة ثانية اللي هي equivalent surface سفير ديامتر الاس بي اللي هي ديامتر بناء على السيرفيس اريا للبارتيكل، اللي هي السيرفيس اريا للبارتيكل اللي لها للسفير اللي لها نفس او الديامتر للسفير اللي لها سيرفيس اريا نفس السيرفيس اريا للبارتيكل. طبعا زي ما قلت قبل الفي بي نرجع ليها اللي هي الديامتر للسفير اللي إلها نفس الفوليوم للبارتيكل. في عندنا كمان شغلة ثانية الـ equivalent projected area diameter DB. This is the diameter of a circle with the same area A as projected area of a particle. اللي هي بقول لك الدايمتر لدائرة اللي إلها نفس الـ projected area للبارتيكل تاعنا. تمام. زي ما حكينا قبل شوي في كان عندنا الفاكتور اللي هو السيرفيس فوليوم ديامتر، زي ما احنا ملاحظين اللي هي ديامتر اوف سفير هافينج ذا سيم اكسترنال سيرفيس تو فوليوم ريشيو، اللي هي السيرفيس تو فوليوم ريشيو قسم دي اس او دي دي في على دي اس. دي اس في اللي هي دي في كيوبد على دي اس، زي ما بديتها اس في يعني في على اس تكعيب على تربيع، اس في في على اس تكعيب على تربيع. والسيف ديامتر اللي هو الويدث للسكوير اللي مر اللي مرر لي البارتيكل تاعتي. الفري فولينج ديامتر هاي لها معادلات وحسابات واخذتوها بتجارب، اخذناها بتجارب الفلويد كيف طلع كنا نطلعها، وحتى احنا كنا نقيسها قياس كنا نحسب السبيد على التايم في معادلة يعني ستوك سلو. اتوقع في الجدول التالي اللي هي الكواليتاتيف تيرمز يوز تو ديسكرايب ذا سايز اوف بالك سوليد. في عندك اول حاجه بقول لك الكورس سوليد، الكورس سوليد اللي هي السوليد الخشن بكون السايز تاعته بين 5 ل 100 مليمتر. الجرانيولر سوليد جرانيولرز بكون السايز تاعه من 0.3 ل 5 مليمتر. البارتيكل السوليد مقسم الى عده سب سيكشنز. اول حاجه الكورس باودر، الباودر الخشن 100 ل 300 مايكرومتر، الفاين باودر بين 10 ل 100 مايكرومتر، السوبر فاين باودر بين 1 ل 10 مايكرومتر، الالترا فاين باودر هو اقل من 1 مايكرومتر.
في الجدول التالي يعني بعض كمان طرق السايز اناليسيس زي ما احنا ملاحظين. طبعا الاشياء هاي اغلبها مش للحفظ، بس المعادلات اهم شيء. طيب نيجي للتست سيفنج. التيبيكال سيت اوف سيفنج زي ما احنا ملاحظين بالرسمه هاي اللي على اليسار، احنا عندنا هو هذا السيف اللي احنا بنشوفه دائما بالبيوت. لو عندكم طحين بتلاقي موجود عند الحجه مخبيها، هذا اسمه منخل. زي ما احنا ملاحظين هان عامله الاخت اللي تعمل تجربه سيف اناليسيز. زي ما انت ملاحظ مرتبه السيفز بناء على تقسيم معين راح احكي لكم عنه كمان شوي. هون راح نحكي عن السيفز شوي. اول حاجة السيفنج از تو ستيج بروسيس. الستيج الاولى elimination of particles considerably smaller than the apparatus rubbed, the removal of near size particles gradual process often does not reach completion. The effectiveness ملاحظة مهمة، the effectiveness of sieving depends on the amount of material put on the sieve and the type of motion imparted to the sieve. Don't add too much material. هم بحكي لك انه ضروري ضروري اذا عشان يكون التست تاعك افكتيف وصحيح ودقيق بدقة ممتازة جدا، انك ما مثلا تعبي السيف هاي تاعتك كلها. لازم تحط اماونت معينة وما تكونش كثير كبيرة، وتكون مقسمة بشكل جيد ومختارة جيدا. اول حاجة لانه لما تكون عندك كمية كبيرة من الماتيريال، لما تصير تخض او تهز السي بتاعتك راح يصير زي بلوكج بين الماتيريال، وراح ايش يمنع ينزل باي نوع من البارتكل من الاقل سايز، والكبير بيمسك الصغير والصغير بيلزق بالكبير وهي القصص. وطبعا كمان شغلة انه كمان يكون عندك اوبتيمم فاليو. انا بقول لك كمان الكمية اذا كانت اقل من اللازم فهي ما بتمثل البلك بتاعك. طبعا السيفز معمولة على شكل ستاندرد، وبالعادة بتكون شكلها عبارة عن مربعات. المربعات لها مسافة معينة او سايز معينة. طبعا هي غالية جدا ومقسمة كالتالي. اول حاجة التسميات، مثلا 4 مش، 15 مش، 20، 50، 100، 200 مش. طبعا كل ما زاد رقم المش كل ما قل السايز تاعه، السايز للفراغ الموجود بالسيف. حلو، احفظها معاي. زاد رقم المش قل السايز للمش تاع السايز نفس الفتحة نفسها. طبعا هم بالعادة بيختاروا بناء على معادلة بسيطة او ريشيو معينة، اللي هي جذر الاثنين. يعني كل المش اللي بعدها عبارة الريشيو تاعها اشي جذر الاثنين، او جذر الاربعة للاثنين، او جذر العشرة للعشرة. طبعا كل واحدة لها فوائدها ومميزاتها، وفي منها تقريبا لها يعني لها خصائص او لها دراسات حسب الشركة اللي بتصنع هاي السيف. طبعا التستنج ببساطة زي ما احنا ملاحظين بالجهاز، الجهاز مقسم عبارة هان عبارة عن رجاج، وهذا الاشي اللي تحت هذا عبارة عن رجاج. هذول الاشياء اللي هون اللي هي من السيفز. طبعا السيفز مقسمة كالتالي، اول واحدة اللي هي فيها السامبل اللي هي اكبر سايز، السيف اللي لها اكبر سايز، بعدين بتقل السايز من اعلى الى اسفل، بتقل السايز بتقل السايز، طبعا بزيد المش بتقل السايز زي ما حكينا لحد ما نوصل للصينية اللي تحت. وزي ما حكينا قبل شوي قديش احنا بدنا سامبل، قديش بدنا وقت للشيب. طبعا هاي كلها شغلات تحسب ولها لها ستاندرد.
طبعا في الجدول التالي في عندنا جدول ستاندرد المشيز، اجى في الامتحان عنه اللي بحكي لك. لاحظ انه رقم لحظة شوي، اللي هو السيف نمبر، وفي عندك ايش النومينال سايز. سمحنا ملاحظين كل ما كان اكبر كل ما كان النومينال سايز السيف نمبر اكبر، النومينال سايز صغير. كل ما قل السيف نمبر بيزيد السايز زي ما حكينا قبل شوي. وفي عندك ال اي ام ام ستاندرد، وفي عندك اليو اس تايلر، وفي عندك اليو اس اي اس تي ام ستاندرد. تمام، كلها ستاندرد. طبعا السكرين افيشنسي زي ما انتم ملاحظين يمكن حسابها من المعادلة هاي، ما بعرف اذا راح نحتاجها او راح تحتاجوها لقدام، بس انه هاي المعادلة تاعتها اذا احتجتوها احفظوها احفظوها. بس انه هي بتحكي لك انه قد the ratio of mass of material which passes the screen to what is capable of passing فقط. طبعا هاي الشغلة السكرين افيشنسي، لانه احنا عندنا السكرين اصلا زي ما حكينا قبل شوي انها غالية، وكمان عملية تنظيفها لازم تكون حذرة جدا، لانه اي خطأ في عملية التنظيف او الترتيب او حتى انك تضع عليها مي ممكن تخرب السيف وتقلل الافيشنسي لها. هون بيحكي عن المايكروسكوبك اكزامينيشن، تقدر تقرأها او تشوفها شخصيا. وفي عندك السيدمنتيشن تكنيك، زي ما قبل شوي حكينا انه في عندك السيتلينج فيلوسيتي. السيتلينج فيلوسيتي زي ما حكينا اللي هي الهايت اللي قطعها البارتكل على التايم خلال الفلويد. الجي اللي هي سرعة تسارع الجاذبية الأرضية. دي سكويرد اللي هي السايز اوف بارتكل. طبعا الرو اس ناقص الرو فلويد، الرو اس اللي هي الرو للبارتكل ناقص الرو اف اللي هي الرو للفلويد على 18 في الفيسكوسيتي للفلويد. ممكن من هنا نحسب الديامتر اللي هي ستلينج ديامتر ستوكس ديامتر، هاي اللي بروسس تاعتنا. ونفس الشيء، لكن في عندنا هاي المشكلة بالستوك. ستوك له ليميتيشن معين. أول حاجة البارتكل لازم تكون أكبر من 50 مايكرومتر، أو لا البارتكل اللي أكبر من 50 مايكرومتر بتصير لها سيتلينج كتير سريع، فهذا بيأثر على دقة الحساب. أو وثاني شغلة البراونين موشن اللي هي لما يصير مثلا زي تموجات خضات أي إشي بخرب على البارتكل لأقل من 1 مايكرومتر، ما أي خض ممكن يرفع البارتكل ويأخر وصولها للأسفل. طبعا إشي ثاني السوليد كونسنتريشن should be low to avoid hindered settling، يعني تقريبا لازم يكون أقل من 0.2%. اللي هي إحنا عندنا البارتكل مثلا لما يكون عندنا كونسنتريشن عالي البارتكل بتصير تسحب بعضها لتحت، او بصير عملية انها توصل للاسفل اسرع، او ممكن البارتكل اخاف تطلع زي هيك. طبعا البارتكل لازم يكون بنفس الدنسيتي، لازم تاخذ البارتكل شيب بعين الاعتبار. وكمان البارتكل must be well dispersed. انه لازم تكون مفصل، لانه في بعض البارتكل بيصير ليها اجلومريشن. وكمان لازم نبعد عن الترابد اير قدر الامكان، لازم ما يكونش عندنا هواء بالفلويد تاعنا. ولازم يكون الميديوم اللي بيصير فيه البروسيس هوموجينيوس، اهم شيء يكون هوموجينيوس. في عندنا الالتريشن كمان بروسيس ثاني لعملياتها. وفي عندك البريميابيليتي ميثودز اللي هي عبارة البارتكل عندنا لما نمررها، او انه البارتكل ممكن نعمل لها حسابات بناء على
انه قديش خلال باك بيد تمرر فلويد بناء على الفلوريت ثرو باك بيد اللي هي في نوت هون. اقرأوها للفائدة. طبعا الكومباريزون بين الميثود المختلفة يعني كل ميثود مميز عن الثاني، وما بتقدر مثلا انك تستخدم ميثود معينة وتاخذ القراءات والنتائج وتروح تطبقها بناء على تجربة اخرى او طريقة معينة مختلفة عن الطريقة الاولى، لانه اهم في عندنا شوية confusion، فلازم نكون حذرين في هاي العملية. عندنا بهذا المثال عندنا screen analysis زي ما احنا ملاحظين، زي ما حكينا قبل الأكبر سيف اللي له أكبر سايز هو أعلى إشي اللي هو أقل مش، بعدين بنقص السايز بزيد المش، منقص لحد ما نوصل للصينية تحت الجهاز عندنا. وطبعا هذا مثال تم عمله لتجربة معينة، زي ما احنا ملاحظين مش أربعة سكرين السكرين اوبننج بتاعته كانت 4.699، والسكرين 6 كان 3.327 لا نزولا الى سكرين رقم 100، رقم كان السايز بتاعته الاوبننج بتاعته 0.147. طبعا لازم نتعلم شغلة، انه مثلا اذا اعطاك انه مثلا الفراكشن التالي من الماتيريال مر او مشى من المش مشى كالتالي 14/20 او -14 + 20، يعني مر من 14 وقف عند سيف 20. حلو، مر من مش 14 ووقف عند مش 20 كالتالي 14 فوق 20 تحت، فهاي البارتيكلز ديفراكشنها وقف في المنطقة هاي ما مر منه. حلو، بعطيك اياها 14/20 او 14 - 14 + 20. طبعا هاي مش انها سايز، لا هاي مش نمبر، مش نمبر مش سايز، مش نمبر، مش نمبر 14 مش نمبر 20. معطيك هذا التابل لمثال، بقول لك انه عندي تجربة عملنا لها حسابات، بقول لك انه المش رينج بلس 4 اللي هي المش اول حاجة اي 14، بقول لك انه المش رقم 4 الديامتر الها هالقدي، الفراكشن اللي ظل اللي شو اسمه اللي موجود فيها عند المش 4 اللي فوق 0، بعدين -4 اللي مر من 4 وقف عند 6 الفراكشن تاعته 0.0251، بعدين اللي عند المر من 6 وقف عند 8 الفراكشن تاعته 0.1251، اللي مر من 8 وقف عند 10 هالقد 0.3207 الى اخره للاسفل هون زي ما احنا ملاحظين. طبعا الدي بي اي اللي هي الديامتر للمش او النومينال ديامتر للمش، اللي هي عبارة عن النومينال ديامتر للي قبل زائد اللي بعد، اللي يعني اللي مر منها زائد اللي وقف منها على 2. حلو، فكانت اللي عند المش 4 ما فيش اشي قبلها ولا اشي بعدها، فهاي ما بنعرفهاش او مش موجودة، او بتقدر تحكي عنها هي 4.699 عادي، يعني نفس الاشي. اللي مر من 4 وقف عند 6 بنحسب ليها الديامتر، الديامتر عند مش 4 كم هالقدي، الديامتر عند مش 6 هالقدي، اجمعهم قسمنا على 2 بيعطيك النومينال ديامتر 4.013 الى اخره نفس البروسيجر. في عندنا العمود الاخير اللي اسمه كوميوليتيف ماس فراكشن،
smaller than dBi. ليه بحيها؟ انه الماس الفراكشن اللي السايز تاعه اقل من السايز تاعت المش اللي يعني اللي بنحسب عليها. فكان قديش الفراكشن اللي مر من مش اربعة؟ طبعا كل الماتيريال مرت من مش اربعة، اذا الفراكشن تاعها واحد، صح ولا لا؟ مظبوط. الان اللي مر من اربعة ووقف عند ستة اللي هي واحد ناقص 0.0251 بعطيك 0.9749. احسبها، نجيب آلة حاسبة. واحد ناقص 0.0251.9749. المرة اللي بعدها اللي هي 0.9749 ناقص 0.1251 بعطيك 0.8499. هاي ناقص، هاي هي 0.1251 بعطيك 0.8499 طبعا تقريبيا الى اخره. فهي بعطيك الكوميوليتيف ماس فراكشن سمولر ذان دي بي اي. طبعا information from such a particle size analysis is tabulated to show the mass fraction in each size increment as a function of the average particle size or size range. An increment an analysis tabulated in this way is called a differential analysis. Hello? figure 3. طبعا a second way to present the information is through cumulative analysis اللي هسه عملناها obtained by adding the individual increment starting with that containing the smallest particle and tabulating or plotting the cumulative sum against the maximum particle diameter in the increment. عندك هان بعطيك الماس فراكشن، وعندك الافرج بارتكل سايز، وهان حساباتها بناء على المش. هان عندك الكوميليتيف، هان الكوميليتيف ماس فراكشن سمولر ذان سايز. اخذنا الماس فراكشن، هان باليسار الرسم على اليسار اخذنا الماس فراكشن، هان اخذنا الكوميليتيف ماس فراكشن. راح اعطانا الرسمة هاي. طبعا في الاشي الثاني اللي عكس سمولر ذان، في عندك اللارجر ذان. هاي عليها اتوقع كمان هومورك وراح يعطيه الدكتور اكيد، وراح عليه امثله كثير. اذا صح لنا وقت خلال الفتره الجايه بنحله. طبعا بهمنا نعرف عدد البارتكلز في مجموعه معينه من من بسامبل معينه او تيست معينه. فعندك بقول لك consider a sample of uniform particles of diameter dB. الM اللي هي total mass of sample، الرو B اللي هي density of particle in kilogram per meter مكعب. فالtotal volume of the particle اللي هي الماس على density، صح ولا لا؟ أكيد. فإذا كانت الفوليوم لل one particle اللي هي الماس of a single particle رو B في dB اللي هي الماس. إذا the number of particles in the sample is total mass of particles على mass of one particle. وزن كل ال particles على وزن particle واحدة، فهي m على rho b في vb. وبنعرف ان total surface area of particle is using equation 1 and 3 زي ما اخذناها قبل. فال a اللي هي n في sb بعطينا 6 m على rho s في b rho b على في db. طبعا الفاي اس اللي هي عرفناها 6 على دي بي على اس بي على في بي. طبعا هاي المعادله مش اتوقع مش للحفظ، اتوقع او جزء للحفظ بجوز.
to apply equation 3 and 4a to maximum to a mixture of particle having various, طبعا هذيك البارتكل واحدة having a various size، هذيك لما يكون السايز كله هوموجينيس، لكن لو كان عندنا اكثر من هوموجينيس يعني راح نحكي على الشيء بالتالي. The mixture is is stored into fractions each of approximately a constant size. Each fraction can be weighted and equation 3 and 4 can then applied to each fraction and the result added. The surface area of particles in each fraction بالفراكشن الواحدة اللي هي 6 في الـ mi اللي هي الماس للفراكشن هاي على رو اس في رو بي بالدي بي نومينال سايز دايمتر. التوتال سيرفيس اريا اوف ذا ميكستشر اللي هي مجموع ال سيرفيس ارياز للفراكشنز كلها. والسبيسيفيك سيرفيس اريا للميكستشر هاي اللي هي عباره عن التوتال سيرفيس اريا على التوتال ماس اوف بارتيكلز، صح ولا لا؟ اللي هي سبيسيفيك، احنا نحكي عنها سبيسيفيك او يعني زي ما تقول فراكشن او شيء زي هيك. فهي اي دبليو عباره عن اي على ام تي، فاي دبليو اللي هاي بتهمنا اللي هي سبيسيفيك سيرفيس اريا اوف ا ميكستشر اللي هي تساوي 6 على رو على فاي اس اللي هي سبيرسيتي في الدنسيتي للبارتيكل بمجموع من 1 الى ان في الفراكشن في الفراكشن على الدي بي نومينال. اكس اي اللي هي ام اي على التوتال، والان هي النمبر اوف انكريمنتس، والدي بي اي الافريج بارتيكل دايمتر. فالافريج بارتيكل سايز اللي هي نعرف شغله ذا فوليوم سيرفيس مين دايمتر اللي هو عبارة عن ساوتر دايمتر دي اس بار، دي اس بار تساوي 6 على فاي اس في اي دبليو في رو بي بالتعويض من المعادلة 4 بي، تعويض 4 بي في 5 راح يطلع عندك الدي اس تساوي 1 على مجموع اكس اي على دي بي اي نومينال. لو عرفنا عدد البارتيكلز في الفراكشن ف ان اي از نون انستيد اوف ذا ماس فراكشن دي اس از جيفن، نقدر نطلع دي اس منها. طبعا هاي ما تقريبا صعبه. وشغله ثانيه الاريثمتيك مين دايامتر اللي هي معادلتها اللي هي تساوي مجموع ان اي في دي بي على ان توتال، واللي هي الان توتال اللي هي توتال نمبر اوف بارتيكلز ان ذا انتاير سامبل. ذا ماس مين دايامتر دي دبليو، ماس مين دايامتر اللي هي دي دبليو تساوي مجموع من 1 الى ان اكس اي في دي بي اي. الان راح ناخذ مثال عنها شوي بس. ان تيرمز اوف بارتيكل نمبر احنا بنعوض الان وطلعنا المعادلة، تقدر تعوضها شخصيا نفسك وتطلع المعادلة اللي بدك اياها. والفوليوم مين دايامتر دي في بار اللي هي تساوي 1 على مجموع اكس اي على دي بي اي كيوب الكل اس ثلث. هاي مهمة. بحكي لك معلومة. For a given particle shape the volume of any particle is proportional to its diameter cubed. V proportional to dB cubed. فV تساوي VB تساوي A star في dB cubed. طبعا ليش هي ال volumetric shape factor؟ له قيمة بس أنا ما بعرفها صراحة. بناء على المعادلات ال NW ال N للماس اللي هي XI على رو بي في A star في DB cube اللي هي NWI هي number of particles in fractions per unit mass، لأن بيكون في W هي بناء على الماس.
فال NW total اللي هي 1 على رو بي في A star مجموع اكس اي على دي بي كيوبد. طبعا اي المثال اللي راح ناخذه الجدول اللي احنا درسناه قبل شوي، الجدول هذا راح نعمل عليه شوية حسابات بناء على المعادلات اللي طلعناها. فبدنا نطلع من الجدول هذا ال AW ال NW دي في بار دي اس بار دي دبليو بار، ونطلع كمان ال number of particle في المش 150 على 200 والفراكشن في total number of particles in the 150 على 200 مش increment، ونعرف اعطينا معلومة انه الرو في ب 26650 اللي هي 0.00265 والاي ستار بعطيني اياها 2 والفاي اس 0.571. بناء عليها رحنا نطلع الشغلات اللي احنا نحتاجها للمعادلات تاعتنا. اول حاجة احنا كنا عارفين الدي بي اي، طلعنا المش، طلعنا الدي بي اي لكل مش، طلعنا الاكس اي، طلعنا النومينال ديامتر، بعدين رحنا نطلع الشغلات اللي بدنا اياها بمعادلاتنا. اول حاجة بدنا الاكس اي على دي بي اي، بدنا الاكس اي على دي بي اي كيوب، بدنا الاكس اي دي بي اي. متذكرين احنا في المعادلات؟ طب هسه خلنا نشوف شو بدنا اياها. هي عندنا هان الاكس اي على دي بي اي كيوب احتجناها هون، وهان كمان احتجنا الاكس اي على دي بي اي كيوب، طلعنا هان كمان الاكس اي دي بي اي هي المعادلة هاي، وكمان واحتجنا الاكس اي على دي بي اي هون، واحتجناها كمان هون. بناء عليها راح رحنا نحسب المعادلات. فال اي دبليو تساوي 6 على فاي اس في رو بي في مجموع اكس اي على دي بي اي، طلعنا اكس اي على دي بي اي وطلعت معنا الرقم التالي، وحسبناها طلعت مليمتر سكوير بير جرام، لان هاي بناء على الماس، سيرفيس اريا بير يونت ماس. النمبر اوف بارتيكلز بير يونت ماس اللي هي زي ما طلعناها قبل شوي من الجدول، طلعت معنا هالقدي particles per gram، لأنه هي عبارة عن number of particles per unit mass. ال dV nominal size بناء nominal size volumetric nominal size اللي هي 1 على xi على dBi كيوب الكل استولت، وطلعناها بناء عليها طلعنا طلعت 0.1854، وال dS طلعناها هالقدي 0.97494 مليمتر، والدي دبليو طلعناها 1.678. لاحظ انه الدي اس الدي في والدي دبليو انه الارقام يعني مختلفة جدا عن بعضها البعض، وهذا دليل انه احنا ما بنقدر نعتمد على اشي واحد من ال من هاي الديامترز. كل ديامتر له ابليكيشن معينة، له طرق استخدام معينة بالصناعات لما نشتغل ونشوف البروسيس والبروسيسز ونعرف وين راح نحتاج هاي الاشياء. طبعا خلينا نكمل الحل. الـ number of particles per unit mass للمش 150 على 200 طلعنا له اياها حسابيا، بنعرف ال XI وبنعرف ال DVI، وحسبناها طلعت 830 particles per gram، وال fraction of total number of particles in the 150 على 200 مش increment اللي هي NW2 على N total عدد ال particle. يعني هي بقول لك انه قديش ال fraction او عدد ال particles fraction عدد ال particles في المش هاي على كل التوتال، يعني نسبة، يعني تقريبا نسبة، فطلعت 2.8%. هنا نتعرف على اشي جديد في البارتكلز. زي ما حكينا احنا البارتكلز مش كلها مرصوصة زي بعضها، زي مثلا الخشب
او الحديد او لا، راح يكون في بينها فراغات، راح يكون في بينها فواصل. فهاي احنا راح نعبر عنها بشغلة اسمها الفويدج. الفويدج مهمة جدا، خصوصا لما راح ندرس لقدام بعض المسائل وبعض التطبيقات. بقول لك اللي هي the fraction of total volume at which is made up of the free space between the particles which is filled with fluid، اللي هي تعبير عن الفراغات او الحجم الكامل اللي بيغطي العينة او مثلا الاشي اللي بيحتويها بناء على وجود الفلويد. او الفلويد طبعا ممكن يكون هواء او مي. فإلها معادلة بسيطة اللي هي ال voidage epsilon تيكوال volume of voids على volume of solids زائد volume of voids. طبعا depend on particle size and size distribution, particle shape and surface roughness, the method of packing, the size of container relative to the particle diameter. طبعا low voidage يعني high density of packing. امبورتنج اشياء مهمه بالديتيرمينينج، اول حاجه البالك دنسيتي، الفوليوم تيكن باي ا جيفن ماس، التندنسي اوف اجلوميريشن، والريزيستنس تو فلويد بيركوليشن. هاي لها علاقه بالفلتريشن. طبعا البالك دنسيتي اللي هي ذا ماس اوف ماتيريال ديفايدد باي اتش توتال فوليوم particle and void، اللي هي rho b equal m solid زائد m void على v solid زائد v void. هاي البولك اللي بيجمع لي الفلويد مع الماتيريال نفسه. يعني انت عندك مثلا solid تراب حلو او احجار جميل، وكان هذا الاحجار هاي مثلا كان معاها مي، فكان البلد دنسيتي اللي هي المي مع السوليد اللي هي ماس سوليد زائد ام فويد الفويدز اللي هي محتويها اللي بتحتوي الفلويد او الموجود فيها الفلويد على الفي سوليد زائد في فويد. فالفويد لا يعني انه فراغ، الفراغ ممكن يكون هواء، ممكن يكون ماء، ممكن يكون اي نوع من الفلويدز. فهاي لها علاقة تعتمد على البارتيكل سايز، المين بارتيكل سايز دنسيتي، مين بارتيكل دنسيتي عفوا، مويستشر كونتنت اند الانتر بارتيكل سيبريشن، ديجري اوف سايد باكينج. وفي عندك كمان كم عامل. طبعا هنا خلينا ناخذ معلومة، مثلا لو كان الفلويد اللي بيحتوي هاي البارتيكلز او موجود في الفويدز عبارة عن هواء، الهواء لانه الدنسيتي تاعته قليلة ممكن يهمل، وممكن يطلع الرو بالك اللي هي الماس في السوليد على الفوليوم للسوليد، ممكن نهمل الهواء لو كان الفلويد الموجود بالفويد هو عبارة عن هواء، ممكن ما يكون مثلا غاز اخف من الهواء ممكن نهمله اكثر، لان الدنسيتي تاعت الكازز بالعادة تكون قليلة. طبعا البورز تقريبا ممكن يكون لها عامل مؤثر، لكن حاليا مش راح نتطرق لها كثير. في عندنا الترو دنسيتي، الترو دنسيتي زي ما احنا ملاحظين لها معادلة، هاي اللي عبارة عن اللي هي عبارة دنسيتي اوف سنجل بارتيكل اكسكلودينج ذا بورز. يعني لو يعني البارتيكلز مع وجود البورز لها دنسيتي معينة، وهي معادلتها. في الجدول التالي في عندنا البارتيكل هاردنس، زي ما احنا ملاحظين انه المواد لها هاردنس معينة بتتقارن بما قبلها وما بعدها وإلى دراستها. طبعا هذا أخذناه اللي هو مورس سكيل اوف هاردنس، إذا قرأتوه للفائدة جيد جدا بكون بالنسبة لكم. طبعا المويستشر كونتنت اللي هو الماس اوف ووتر عن ماس اوف دراي سوليد، اللي هي قديش انا عندي
مية موجودة أو رطوبة موجودة على السوليد لوزنها على وزن السوليد. هذا بالدراي بيسز. بالويت بيسز اللي هو الماس اوف ووتر على الماس اوف سوليد اند ووتر، هاي الفرق. بالدراي بيسز ووتر على سوليد، بالويت بيسز اللي هي الووتر على سوليد زائد الووتر. بنعملها ديتيرمينيشن لما نعمل دراينج. الام سي دراي بيس انيشال ماس اوف سامبل ناقص الفاينل ماس اوف سامبل على الفاينل ماس اوف سامبل. بالويت بيس اللي هي انيشال ماس اوف سامبل ناقص فاينل ماس اوف سامبل على انيشال ماس انيشال. فالفرق بينهم انه الاولى تعتمد على الفاينل ماس والثانيه تعتمد على الانيشال ماس. طبعا فيكست اوف مويستشر كونتنت اون دنسيتي زي ما لها معادله كالتالي: الرول الويت تساوي رول دراي زائد واحد على المويستشر كونتنت مويستشر كونتنت دراي بيس. الانجل اوف ريبوز اللي هي دي بي is defined as the angle between the line of repose of loose material and a horizontal place. في الانجل اوف ريبوز زي ما لاحظنا انت عندك مثلا كتلة ترابية، مثلا الكتلة الترابية لها منظر افقي اتجاه الافق ولها منظر اتجاه للاعلى. فالانجل هاي بتعبر لنا عن اشي حاجة اسمها الفلوبيليتي للماتيريال. فكلما زادت الانجل هاي وكل ما عرفنا انه هاي الماتيريال الفلوبيليتي تاعها كثير ضعيف، اما كل ما قلت الانجل اوف ريبوز بتكون كثير سريعة. خلنا في الجدول التالي ببين لنا اياها. بقول لك اذا كان الانجل اوف ريبوز لماتيريال معينة بين 25 و 30 فهو very free flowing زي المي، من 30 ل 38% free flowing، بس أقل من 38 ل 45 درجة fair flowing يعني بلش الصعب، من 45 ل 55 cohesive يعني زي مثلا تجيب طينة وتحطها لزاوية علوة، ما راح تصير لها فلوينج غير بعد وقت معين وراح يكون صعب وانتقالها وهكذا. اذا اكبر من 55 درجة فهو فيري فيري كوهيسيف، عبارة عن عجينة ما تمشيها ظلها ثابتة. فتعبير الانجل اوف ريبوز اللي هو تعبير عن الفلوبيليتي للماتيريال وانه قديش بتحرك، هل هو كوهيسيف نون كوهيسيف الى اخره. الانجل اوف انترنال فريكشن هاي الشغله لما تكون احنا بنخزن ماتيريال في هوبر او في سايلو او الى اخره، فهي ذا انجل اوف انترنال فريكشن هي الفا ام از ديفايند از ذا ايكوليبريم انجل بتوين فلوينج بارتيكلز اند بالك اور ستيشنري سوليدز ان ا بيم. هاي ستيشنري سوليدز فهي it's a measure of frictional forces within a particulate masses. فهي بتعبر لنا عن الماس عن عفوا الفراكشنال فورسز اللي هي قوى الاحتكاك. إلها طريقة حساب معينة زي ما احنا ملاحظين بالجدول، وبنقدر نحسبها اللي هي ال سي على دي ال. وفي عندنا حاجة اسمها الانجل اوف فريكشن. طبعا الانجل اوف انترنال فريكشن ذا انجل اوف فريكشن از امبورتنت، هاي لازم نحكيها، ان اتس افكت اون ذا ديزاين اوف بنس اند هوبرز. اف بريشر ات ذا بيس اوف ا كولوم از اوف سوليد از ميجرد از ا فراكشن اوف ديبث از فاوند ذا انكريز لينيرلي وذ هايت اب تو سيرتن كريتيكال بوينت وند اتشز ريمين كونستنت. زي ما احنا ملاحظين بيحكي لك انه هان انه لما اذا قسنا البرشر بناء على الدبث، فالضغط راح يظل يزداد
من البيس، البيس راح يكون او الضغط من الاعلى الى اسفل، الضغط راح يزداد مع الهايد مع ال 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 لحد ما يوصل لحاجة اسمها الكريتيكال لينث. بعد الكريتيكال لينث شو ما رفعنا بالهايد لكن البرشر راح يثبت. سبب انه البرشر بيثبت هون وجود عامل الفريكشن فورسز هو الاحتكاك. ثاني حاجة الباكينج وتماسك الماتيريال نفسها، بصير الاشي اللي فوقها كأنه خفيف بالنسبة لها تقدر تتحمله. رأيكم زدنا هاي الكمية يثبت البرشر؟ الاجلوميريشن ممكن تكون مشكلة وممكن تكون حل. في عندك اكثر من طريقة للاجلوميريشن، مثل ميكانيكال انترلوكينج، سيرفيس اتراكشن، بلاستيك ويلدينج او الكتروستاتيك اتراكشن، افكت اوف مويستشر الى اخره. طبعا الاجلوميريشن بتكون مشكلة مثلا لما احنا بنخزن ماتيريال ونحتاجها، وممكن تكون حل مثلا في الصناعات الدوائية، لأنه احنا بدنا مثلا نعمل باكنج للماتيريال حبوب الدواء، احنا بنعمل لها كبس او بنعمل لها اجلوميريشن، فيزيكال اجلوميريشن، عشان يعطينا الشيب اللي احنا بدنا اياه. فهي ممكن تكون مشكلة ممكن تكون حل. مشكلة يعني في بعض المجالات، وحل في مجالات اخرى. طبعا flow of solids in hoppers. Solids are usually stored in hoppers which are usually circular or rectangular in cross section with conical or tapering section at the bottom. Segregation occurs if there is wide size distribution. Discharge through the aperture at the bottom. Difficult to obtain regular stable flow problems. عندك bridging of particles. Use إلها حل. Use vibrators at the walls. Piping or rat holding اللي هي rat hauling اللي هي حفرة الجرد أيوة. Which lead to long residence time of some material. How to obtain better flow. Use tall thin hoppers rather than short wide ones. Use long small angle conical at the base. Use smooth surface of hopper. فهي حلول عندنا الفلوبلتي للماتيريال خلال الهوبر. بيكون عندنا مشكلة، أول حاجة الرسم الأولى هي عبارة عن سموث فلو، هذا إشي كويس. عندنا هان بالرسم اللي على يمينها اللي هي هان بريدجين، زي ما أنت ملاحظ مكون زي طبقات، طبقة فراغ، طبقة ماتيريال، طبقة فراغ، طبقة ماتيريال إلى آخره. وعندنا بالرسم الثالثة اللي هي الرات هو اللي هي حفرة الجرذ اللي هي عندك الماتيريال اللي عند السطح القريبة من السيرفس ماسكة فيها، لكن في الوسط مع إلها فلو. هاي مشكلة، طبعا هاي مشكلة ممكن تخرب الهوبر أو تقلل الإفشنسي تاعته، والسايز والفوليوم اللي ممكن يحتويها يصير يقل. فهاي ممكن نستخدم ايش؟ ميكانيكال فايبريتور. ممكن نستخدم كمان حاجة اسمها نجيب بايب نركبها على الهوبر من تحت. البايب كل في طريقة معينة انا لحد الان مش عارفها، بصير الفلو عندك سموث. وشي ثالث كمان يستخدم، انه الهوبر نفسه ما نعمل الانجل تاعته من الرأس تاعته كثير كبيرة، لا نقلل السايز الانجل تاعته. flow solids through orifices تقريبا هاي المعادلات تاعتها. discharge rate is controlled by the size of orifice at the base of hopper. It depends on the ability of particles to dilate in the region to aperture. It's independent of the depth of solids in the hopper. If depth أكبر من 4D of hopper, proportional to the diameter of orifice. وهي معادلتها. طبعا اكيد مش للحفظ المعادلة هاي.
طبعا measurements and control of solid flow rate as they leave by supporting and hover on a load cell so that continuous record of mass may be obtained as a function of time by monitoring the level of solids continuously using transducers covered by flexible diaphragm where the response to the presence of solids problems associated with the measurement of flow rate of solids عنا بعض المشاكل flow rate depend on particle size زي ما حكينا size size range and shape packing density of particles طبعا difficult to predict in advance surface and electrical properties of particles moisture content طبعا surface and electrical properties of particles هاي ممكن تكون مصيبة وطامة كبرى لانه مثلا في مصنع من مصانع الاسمنت بيخزنوا الكربون الفحم الحجري بطحنوه وبيخزنوه في هوفرز طبعا هاي مشكلتها انه مثلا وجود المواد الاخرى مع الكربون ممكن بس نتيجة الاحتكاك يتكون شرارة ويحصل اشتعال وانفجار في الهوبر وهي مشكلة كبيرة فهي لازم ناخذها بعين الاعتبار في الديزاين للهوبر او السايلو طبعا الموشر كونتد مشكلة لانه مثلا ممكن يصير عندي بريدجين ويصير عندي الرات هولز ممكن يصير عندي شغلات كثيرة ممكن الماتيريال كلها ما يصير لها فلو خلال الهوبر او السايلو بعدين لازم الشغلات ناخذها بعين الاعتبار وكمان نرجع كمان لشغلة انه difficult to predict in advance طبعا مشكلة الصورد انه صعب التعامل معاه وانه صعب انك تتوقع البيهيفير تاعه طبعا طرق القياس والتحكم للسوليد فلوريت اول حاجة fitting an orifice plate on the discharge point from the hopper using الطريقة الثانية using a belt type feeder in which the mass of material on the belt is continuously measured by load cell or nuclear densitometer او طريقة الامبلس method in which solid stream impacts vertically on sensing plate feed rate can be controlled using screw feeders or rotating tables or vibrating tables هاي الثلاث شغلات اللي نعمل فيها control للفيد اتوقع هاي الشغلات هي عبارة عن قراءة ذاتية ممكن يعني بما اني حكيت عنها فراح استمر فيها طبعا الـ conveying of solids في عنا طرق للـ conveying للـ solids طرق جميلة جدا اول حاجة حاجة اسمها الجرافيتي شوتس عبارة عن ماتيريال فول اندر ذا اكشن اوف جرافيتي بس بتخلي الماتيريال تنزل بناء على ال شو اسمه الجرافيتي فورس اللي هي الرسمة هاي في عندك الاير سلايدز اللي هي هاي عبارة عن دكت مربعة الشكل او مستطيلة ومستمرة وفي مصدر هواء ده يدخل مع السوليد يجبر السوليد انها تنتقل خلال الدكت هاي في عندك البيلد كونفيرير الكونفيرير عبارة عن حزام طويل والسوليد تمشي عليه وفي عندك سكرو كونفيرز عبارة عن على شكل سكرو او بشكل برغي شفت البرغي كيف شكل اللوالي بتاعته اللولبي فهاي خلال السكرو هاي ممكن السوليد تمر في عندك الباكت اليفيتور عبارة عن مصعد في عندك الفايبريتك كونفيرز عبارة عن كونفيرز بتيجي عن يعني خلال الاهتزاز بصير الانتقال الحركة منها وفي عندك البونيماتيك او الهيدروليك كونفينج استيشنز فاكثر من طريقة pressure in masses of particles طبعا احنا بنحكي عن تخزين
في سايلو او في بيد او في وات ايفر شو ما كان. فاحنا راح لازم ناخذ البروشر بعين الاعتبار في البيد هذا. بحكي لك there usually is a friction between a wall, the wall and the slide cranes, and because of the interlocking of the particles, the effect of this friction is felt throughout the mass. The friction force at the wall tends to offset the weight of the solids and reduces the pressure exerted by the masses on the floor of the container. The pressure is not the same in all directions. In general, a pressure applied in one direction creates some pressure in the other direction, but is always smaller than the applied pressure. It's minimum in the direction at light angles to the applied pressure. The density of the mass of solid particles, the bulk density, may vary depend on the degree of backing of the particles. In the homogeneous mass of solid, the ratio of normal pressure BL to the applied pressure BV, normal pressure BL اللي هي على السطح, على السطح على جوانب السايلو, to the applied pressure BV اللي هي من أعلى, is a constant. لاحظوا من خلال أي بيد هي constant ثابتة, وقيمتها K bar أو K prime, which characteristics of the material. فالK برايم دي هي BL على BV, normal or literal pressure على applied or vertical pressure. The minimum pressure BL in the direction normal to that applied pressure is in the direction normal to the applied pressure. The relationship between K prime and the angle of internal friction alpha m اللي خدناها قبل فترة is given by sine alpha m equal 1 minus k bar على 1 plus k prime. هاي معادلة اكيد حفظ, و k prime equal 1 minus sin alpha m على 1 plus sin alpha m. هاي معادلة بأكد عليها انها حفظ, ويجي عليها سؤال بالامتحان, وكان معطينا الالفا m وفي ناس حلتها وفي ناس ما حلتها. طيب نعمل force balance. الاف في من الأعلى تساوي BV by R squared, والFV هاي inlet, الFV out equal FV plus DFV لحد ما نوصل للبيس. البيس بقول لك الF at base, الفورس على البيس equal البرشر على البيس في by R squared في مساحة الدائرة. الفورس اللي هي فورس اللي البرشر مشي فورس على اريا, فالفورس هي البرشر في اريا. الليترال برشر اللي هي اف ال ايكوال بي ال دي اي ايكوال بي ال في باي في 2 باي ار دي زد. فطول السايلو كامل زد تي, وطول اخذنا زد وخدنا قطعة دي زد وعملنا لها عملنا لها باس بالانس او فورس بالانس عفوا. فذا vertical force at level z is equal f equal by r squared b and dfv equal by r squared dbv اللي هي العمودي مش على السطح. The net increase in downward force caused by the differential layer is the force of gravity dfg minus the fractional force dff between wall and the solid. dfv اللي هي df اللي هي نتيجة الجرافيتي ناقص الفورس للفراكشن. مش انت عندك الماتيريال تمد انها تنزل لتحت, فالاف في اللي هي دي اف في اللي هي حاصل طرح الفورس الناتج عن الجرافيتي ناقص الفورس الناتج عن الفريكشن. دي اف جي ايكوال ام جي ايكوال باي ار سوير دي زد في رو بي في جي. دي اف اف طبعا لها علاقة بالدي اف ال, ومنها دي اف اف ايكوال ميو ستار في دي اف ال ايكوال ميو ستار في بي ال في 2 باي ار دي زد. طبعا ميو ستار هاي مش فيسكوسيتي, هاي اسمها كوفيشنت اوف فراكشن, ولها قيمه من 0.35 ل 0.55, وراح تعطى بالامتحان وراح يجيك عليها سؤال.
هسه بس خلينا نكمل الاشتقاق. هذا اشتقاق كله دي اف في ايكوال باي ار سكوير دي بي في ويكوال باي ار سكوير درو بي في جي دي زد ناقص ام ميو بار في باي 2 باي دي ال في دي زد. قسمناها كلها على باي ار بيطلعنا ار دي بي في ايكوال ار رو بي في جي ناقص 2 ميو بار بي الف كله مضروب في دي زد. وبنعرف انه الكي بار ايكوال بي ال على بي في، ومنها انه بي ال ايكوال كي بار في بي في في ار، منها ار دي بي في ايكوال ار رو بي في جي ناقص 2 ميو بار كي بار بي في كل مضروب في دي زد. رتبنا المعادلة واخذنا كل اشي على جنب وكملنا وطلعت معانا بي في ايكوال ار بي بي ار رو بي جي على 2 ميو بار في كي بار في 1 ناقص اكسبوننشال ماينس 2 ميو بار كي بار زد على ار مع الترتيب والتقسيم. وجدنا انه البي بي ايكوال ار اللي هي الراديوس في الرو بي اللي هي الدنسيتي اوف بلك في الجي على 2 ميو بار اللي هي الكوفيشنت في الكي بار اللي هي كمان كوفيشنت في 1 ماينس اكسبوننشال، طبعا هاي وين عند زد توتال، ماينس 2 ميو بار في كي بار في زد تي على ار. زد تي اللي هي زد توتال اللي هي طول السايلو كامل، البرشر ات بيس الضغط على البيس هالقد. عندنا مثال التالي، عندك تاور باك تاور دايمتر تاعه 1.82 والزد توتال 15.24 متر از فيلد وذ كوك اللي هو زي ما قلنا فحم. الرو بي تاعته الرو بلك ايكوال 481 كيلوغرام بير متر كيوب، والالفا ام اللي هي الانجل ايكوال 32 ديجري، والميو اللي هي الفاكتور تاعنا 0.5. كالكوليت the vertical and lateral pressure at the base caused by the coke، يعني تطلع لي البرشر اللي هي على السيرفيس ومن الاعلى في قاعدة السايلو او الباك تاور. فالبي بي اللي هي البرشر ات بيس ايكوال ار في رو بي زي المعادلة اللي حكيناها في جي على 2 ميو كي في 1 ناقص اكسبوننشال ماينس 2 ميو بار كي بار زد توتال على ار. بنعرف الكي اللي هي 1 ماينس ساين الفا ام وعلى 1 زائد ساين الفا ام، نعرف الفا ام طلعنا ساين الفا ام منها طلعنا الكي بار. فالبرتيكال بريشر بناء على المعادلة تساوي هالقد 13930 نيوتن بير متر سكوير، 13 كيلو بسكال. ومن خلال معرفتنا لكي بار بي ال على بي في منها نطلع بي في ايكوال بي بي، منها بي ال ايكوال كي بار في بي بي ويكوال 4274276.5 نيوتن بالمتر اللي هي 4 كيلو باسكال اللي هي قديش المسيرة بتأثر على السطح. طبعا هاي الأرقام بتهمنا وين؟ لما نعمل ديزاين للسايلو، لما انت عندك ماتيريال وبدك تعمل لها سوليد ماتيريال بدك تعمل لها هاندلنج خلال سايلو مثلا او باكت بيد، فلازم تعرف الماكسيمم برشر للماتيريال هاي على البيد. فالماكسيمم برشر اللي هي دايما بتكون ات بيس لانه كل شيء بالاعلى بيعطي ضغط على الاسفل. وهيك بكون خلصنا اول شابتر في المادة، وهيك انهينا تقريبا نصف مادة الفيرست. يعطيك العافية.